تعالى وبركاته. إذا الخد لبس عليكم، أنا اليوم جيتكم فيديو جديد. أنا مهما العقد يعني مهما الصعوبات اللي تواجه في الحياة ديالي، تنحاول نعيش بيها خير وعلى خير، تنحاول نواجه الصعوبات ديالي. أنا واخا كندوز الحياة ديالي صعيبة شنو، كنحاول نخليها سهلة. ما واخا نواجه النهار، نواجه النهار تكون صعب من النهار الآخر، من صعب من الإعاقة ديالي. كنحاول نواجه الصعوبات ديالي في الحياة اليومية، لهذا كنخرج ما كنخرج صدري غير في الدار بحكم الإعاقة ديال الصعوبات اللي كنواجه. نقول نشوف الناس يشوفوني، تعرف على ناس جدود. أنا دابا خوتي غادي نتفرج في الماتش في الشامبيونز ليغ، هذا فيها هي الكرة بزاف، ونتمنى الفريق اللي يعزيز عليا. وشوف أنا الخوت وبقاو ديما إن شاء الله تبقاو ديما متبعيني، وتبقاو ديما مفاجئة إن شاء الله. ديما تزوج تقابلونا مع الخوت الدنيا الله. السلام عليكم خوتي ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا الخوت لبس عليكم، انا اليوم جيتكم فيديو جديد. انا مهما الاعاقه ديالي مهما الصعوبات اللي كنواجه في الحياه ديالي، تنحاول نعيش بيها خير وعلى خير، تنحاول نواجه الصعوبات ديالي. انا واخا كندوز الحياه ديالي صعيبه شنو، كنحاول نخليها سهله. ما واخا نواجه النهار، نواجه النهار تكون صعب من النهار الاخر، من صعب من الاعاقه ديالي. كنحاول نواجه الصعوبات ديالي في الحياه اليوميه، لهذا كنخرج ما كنخرج صدري غير في الدار بحكم الاعاقه ديال الصعوبات اللي كنواجه. نقول نشوف الناس يشوفوني، تعرف على ناس جدود. أنا دابا خوتي غادي نتفرج في الماتش في الشامبيونز ليغ، هذا فيها هي الكرة بزاف، ونتمنى الفريق اللي يعزيز عليا. وشوف أنا الخوت وبقاو ديما إن شاء الله تبقاو ديما متبعيني، وتبقى ديما مفاجئة إن شاء الله. ديما تزوج تقابلونا مع الخوت الدنيا.